محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي يا مهدل سبحانه وتعالى إلهي يا مهدل رحمتك إنه شوية يا مهدل سبحانه وتعالى نمعين بدل إنسي يا مهدل وحن عاوة حدا قرطة أوصو فريستي وحوي وحن شاء الله هاي شعب غريس سومال لان إيوان أكسن يتاقر ياش لابد حسبي إسبهاي سيقا إيان كبير لسعود سينو حالد دا دالكو هالكو مريو حالد آينو أكوت المامين بشهد عالمك صدق إسنين سومال إشترتي ومانت وقورت وقوح ميد أيكو شريت أساسين وشيك سومال لان نصيب إلهي مهدي وياكو بحسطاء تلدي المبضنا وحوقتين شعب غريس سومال لان مانتا ما عيش دين هكي تاقنتي ووقتين ددكين ومانتا قوتا ضروريها انت هيش صدح لتشير بقول كبا شنوي كيرتي ووقتين مانتا ضروريات الدولة ما لوصمية وأهبية عافماتك وحبار الشدة كورنت انرشيك مدنا ددكين ومسينا تتكلم واحد دوك سنين نبطة وآه تاتش دوك ما تكوير سبيش عالم عالم الإسلام وأكتين أفرتا سنية بركة ومسبح ودلك هي إنا إنه طود إسناب عاشي كلا قيمس مورن وبحي إلى ما يريسو السنية أنا ودت كانوا توريني مركي ودك كستو أنا جا صوحي لنتي وحانو وهو باغني دتك إني مظاهرات سبت عليها وأوجد إن مظاهرات كي أرنتي ريجة أنا وأقف كده حنت قوي أودوني كبني كل مية أيام ما أنت أنا كلا أنا ونبدا هناك خريبين ونبدا هناك خريبين ومدارات كان حقو لين يري وحوي شرع الدر او حل حلي دتك مدارات كدي او حل بان دي توكتي انو هل كان ما كمرس وحنو يمي حاليتو سغاليه طبعا اه دتك حلك ريس ومالان وقال كود أودو كي مادين قال كونا تقلير كي مادين ونو شيئين كوبي صدن كوك وف إرقاء إيكا سعودا إسلام مركا نساعكور إنتا نلس إنتا نو إيمان وحان نلسو هالي داتكي نقا عاوين جري إيش نبيقا دوري شوينك وحي نقا عد صدو إلهي سو ما لال هدا كل واغدان الهرق لسان مظاهراتك قبل أن لقى سمينيو سومال أنا ولا ما نسا تعب كيني أفرت سنة طبعا سنة هرجع كوجرتين يصد السنة يكو ذلك عند كويسين خسارة نغنية وأنت كأو سنة نا تذكر قدرنا وأركينا ونقبنا الناي ونيمان الناي حكية ونكو قلا كبعد ما كانوا يمادين يرقوا ده واحد ولا واحد وحبينا ويدستين احنا ويدستين يعني يرقوا او قلانو يئينا نحكينو مظاهراتك ووقتين سبت ذا دي لا هيرا وحقيني ذا ابتحامة دي اسكولة دينا سكندرية هدانو بريتا كاش قشنو dadka ka masaakiinta ee lacagtooda carruurta ku bara idriiska u iibiya ee kubogta u iibiya intaanu aan bilaash ku heli jirin makan ahaa ardayga maanta bixiya haddaanu ka qashqashno brito soo inkaari inagu dhicimayso annagu haddaba annagu ka naxayna shacbigayga iyagu ka nixi maayaan waxaan sheegay kuwa taageeriyo
reeraha ku taageerayo, ehunguriga ku taageerayo. Anagu markaan ogolaanay saakan filinay in dadkii kale la soo daayay la qabtay ayaana waxaa la bilaabay in haddana dadkii liis dadka la ugaarsado. Gudoomiye ku-xigeenkii waabeeye la xiray. Waxaan u sheegnaa dadka dibadda jooga iyo dadka gudahaba horta waabeeye waa la soo daayay, waa la soo daayay. Insha allahu tacaala ragga kaloo mandheere u dhaadhiciyeyna beritaa la soo deyn doona insha allahu tacaala. Anagu qowlkayga ilaalinna, anagoo ilaalinayna sharafta iyo deganaanshaha iyo ummadda reer Soomaali nabadgelyadeeda ballantan qaadnay waanu ku joognaa. Berita waan hakinay. Waxaan leeyahay reer Soomaaliad meel joogtaanba nabad ku seexda, nabad ma ku soo toosa insha allahu tacaala. Waa inoo caynka dalkeyna gruub yar inaga way burburi karaan. Waa inuu iska qabanayna insha allahu tacaala. Haddii caqli yeelan waayaan innaga intaan iska wada raacno ayaanu insha allahu tacaala joojin doona. Marka waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland naga raali ahaada inaan dushiina maanta anagoon waxba idiin tarin, anagoon wada idiin dhisan, anagoon idin biyaysiin, inaan maanta dushiina ku muranno oon shan sano muran ka bixi weyno. Waxaan leeyahay raali naga ahaada, raali naga ahaada, noo dulqaata. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا